اهلا يا حاج فواز. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا مرات عمي ولا مرات ابويا؟ ما حصلش. ايه ده اللي ما حصلش؟ اللي لازم يحصل يا فواز ما حصلش. لا اله الا الله، مالك يا حاج؟ فيه انا اصلا عندي شعر، ساعه تروح وساعه تيجي. انا اخش اخد حمام يمكن افوق. لا اله الا الله، انت عملت ايه في الراجل؟ ما انت عارف ابوك بيحب يهزر. ما حصلش. بيهزر؟ صدقني بيهزر. تعالى يا حاج، تعالى اقعد، انا عايز اتكلم معاك كلمتين كده. وموريني يا طب اقول لك ايه بقى؟ طيب تقولي يا حماتي. هو انا مش حماتك برضو؟ طبعا. كلمتين ايه بقى اللي انت عايزاني فيهم؟ انهار هتتجنن، مش مستحملة بعدك عنها اكتر من كده. لا اله الا الله، هي اللي جابتهم نفسها. اذا كنت سامحت اللي اذوك ومدت لهم ايدك، مش عايز تسامحها على غلطة عملتها من غير قصد. بعدين دي انهار برضو، انهار اللي بتحبك وحطاك في عينيها وقفل عليك برموشها، انهار اللي وقفت قدام اخواتها لجل خاطرك، اللي باعت الدنيا كلها لجل كلمة حلوة منك. ما تكسرش قلبها اكتر من كده بقى. قلت ايه يا حاج؟ انا اول مرة اطلب منك طلب. هو انتوا كده تطلبوا اول طلب وتكروا ورا طلبات؟ لا لا، ده هيكون اول واخر طلب. ها، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. شربت الكركديه وزنهرت وبرضه مفيش فايدة. كركديه؟ أنا جبت سيرة كركديه؟ لو قلت أشكل. أنا غلط ولا إيه؟ كده كل حاجة جاهزة، مش ناقص بقى غير الشغل. أنا كمان جهزت لك حبة دعاية النمائية برنس. دعاية؟ إزاي يعني هند؟ يا بنت الجامعة مليانة كافيتريات، إنما إحنا بقى لما نرمي كام ورقة قدام كل كلية فيها أسعارنا رخيصة، الناس هتسيب الكافيتريات التانية ويجوا لنا إحنا. الله عليك، لا معلم برضه. مش كده وبس، انا كمان اتفقت مع مطبعه يطبعوا لنا كده كام بروشور فيهم لسته اسعار وسندوتشات حلوه. زي الفل كده. ما تنساش مكنه التصوير. ها، لا عيب عليك، من غير ما تقول حصل يا ريس. انا هكت بقى عشان ورايا كده كام حاجه اعملها. زي الفل، لو عايز حاجه كلمني. ماشي يا معلم، سلام. بقول لك ايه، هتعمل افتتاح زي ما قلت؟ طبعا هعمل افتتاح والناس كلها هتجي. حبيبتي انا نفسي الدنيا كلها تشوف المكان ده لما يجهز. اول مره اشوفك متحمس كده. مش متخيل ان السعاده ملخصها ان الواحد يحقق حاجه كان بيحلم بيها. انت عارف عمي اول ما شاف ان انا مصاب وقف جنبي على طول. ساعتها شفت فوزي ابن عمي هو بيكبر من مصنع صغير لمصنع اكبر لغايه ما عمل اسمه كبير. اديك اتمنيت واحلامك بدات تتحقق اهي كمان. بس بدري، دي اول خطوه في طابور الاحلام اللي ملوش اخر. وانا فين بقى من الطابور ده يا استاذ؟ يا الطابور ده كله واقف قدامك. انا لو بحلم اعديه عشان اوصل لك. دايما بتغلبني الكلام. الله 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 الله، نجيب بقى اتنين ليمون وشجره عشان الليله دي تكمل، ولا احسن نخلي البوكس يخش في ضهره ويلم الوغش؟ يا ابني يا حبيبي، هو انت ايه؟ ما وراكش غيرنا بصراحه يا ابني، وريش غيرك في الجامعه. حازم لو سمحت، مش كل شويه تعمل لي مشكله وحوار. خليك انت بره الليله دي قديمه، انا كلامي مع الدخر اللي بيسبل لك. يا ابني لم نفسك. مش لما تلم نفسك انت الاول. انت عبيط. يلا عمرو فكك منه، ده بيهزي. يلا بينا، يلا سيبك منه، يلا يلا مجنون. الواد ده اتفرعن قوي، لازم له قفله. وحياتك عندنا كربونك، وخليه عبره الجامعه كلها. لا خف شويه عشان ما تلبسش انت الليله. لا صايع. يلا يبقى خليه بقى يستلقى وعده، واحنا بعيد مالناش دعوه. وهي هتيجي على بوزها وتتمنى الرضا. يمكن الدرس كان تقيل شويه بس تستاهل. ايوه تستاهل، لانك لعبت بديلك من ورانا. لو كنت جيت وقلت انك اخدت الحاجات دي كنا فهمناك ان ملهاش اي قيمه وكلها وجع دماغ، والمكسب الوحيد اللي فيها حبه الرسومات اللي عملها فواز بايده وبس. بس انت طمعت يا سليم بيه وقلت اكوش على المكسب كله لوحدي، ورميت لنا عظمه المكن وافتكرت اننا اتلهينا فيها زي ما انت بالظبط اتلهيت في رقم المبلغ اللي في الشيك وما بصيتش على تاريخه. فعلا غلطه الشاطر بألف، وهي ده دليل الثقه العمياء فيكم. باختصار شو المطلوب مني؟ ابدا، عندنا اوامر نديك فرصه تانية. شو هالنكتي؟ فرصه تانية؟ بعد شو؟
الشغل الوحيد اللي كان أملي فيها طارت وتبخرت وطلعتوني على فيشوش، بعت بيتي حيلتي عشان أشتري هالبضاعة، وفي الآخر الآخر لسه ما جاش ولسه قدامك وقت تعوض. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقبل ما ناخد ونعطي بها الحكي دفعولي ثمن الرسومات الميزة الوحيدة، وإذا ما أخدت حقي على آخر بارة ما إلكن أي حق عندي يا ولادي. على بركة الله يا ابني، ولو عاوز أي حاجة أنا تحت أمرك يا أخويا. ربنا يخليك ليه ولينا يا رب. سبحان مغير الأحوال. فاكرة يا أمه؟ فاكرة لما قلتلك على موضوع الكافيتيريا والعم يجي معايا عملت إيه؟ يا ساتر يا ساتر، أنت مالك يا واد قلبك أسود كده؟ عملت إيه؟ قول. أقول له حسنات؟ قول. لا قول عشان خاطر يقول. يلا ماشي يا أمه. مش هقول. ماشي طبعاً. تلاقيها نفضتك ساعتها وقعدت تقطع في فروتي لما قالت يا بس. انتوا مش ناويين تاكلوا النهارده ولا ايه بقى؟ ماشي غلوشي غلوشي ماشي هناكل. قول يا عم، يعني انت مش عايز اي حاجه تاني؟ انا خلاص ظبطت كل حاجه كده، مش ناقص غير الافتتاح. بس هو بصراحه يعني انا كان في حاجه عايزها من حضرتك يا ابني. ما بقول لك قول من الصبح. عايز ايه؟ عايز فلوس تاني؟ لا 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 خالص، انا بس كنت يعني نفسي تعرف تقنع الحاج فواز انه يجي يحضر الافتتاح، هيفرق معايا قوي لو جه. بس كده؟ ماشي، غالي والطلب رخيص. يعني ممكن يوافق؟ ايه اللي يوافق؟ يا ابني يا عمرو، اوعى تفتكر ان فواز ممكن يتاخر عنك او عن حد من اخواتك في اي مصلحه. لا لا لا. ليك عليا يا عم، هجيبه من ايده معايا، ولو عاوز امك الاخرى هجيبها لك. شيلوا امه بقى من نفخكوا، خليها في اللي هي فيه. طيب انا هقوم بقى عشان اعمل كام تليفون شغلك. طب يا ابني مش تكمل اكلك؟ يا اما انا شبعت، انت بس ادعيلي. طيب يا حبيبي ربنا يفتح عليك ويصبرك يا بنتي انهار. مالك يا ام انهار؟ البت تعبانه قوي وصعبانه عليا يا منى. من السمك كنت فاكره يعني لما اتكلمت مع الحاج فواز هيعمل لي خاطر. وانت عارفه فواز كويس، على قد ما بيشيل على قد ما بينسى، هو قلبه مفيش اطيب منه. كلها يومين ثلاثه وهتلاقيه رايح لها. ربنا يهدي يا رب. بقول لك ايه، الواد عمرو دخل نام، ما تيجي نكمل الاكل جوه؟ كل يا حاج. يا حاج ما ينفعش، ده ما يجيبش حق التدريس اللي فيها. احضرينا يا ست حياه. في ايه يا رضا؟ في ايه؟ الست دي من صباحة ربنا عمالة تفاصل في عباية بنبيعها في وسط البلد وفي شارع الهرم بمية وخمسين، هي بقى عايزاها بمية. خلاص. مع اني كرمتها ونزلت لها 20 جنيه عشان خاطرها. خلاص اكتم، اديها 2 بـ180. بس انا مش عايزة 2. ليه بس يا حاجة؟ دي كده الواحدة هتقف عليكي 90 بس. كتر خيرك يا اختي، ربنا يزيدك من نعيمه. الله يخليك. ربنا يخليك للغلابة يا ست حياة. بس اكتم. حاضر. عايزة دي؟ طب ثانية واحدة. الو الو الو. الشاي يا سي علي. ما حدش بيرد برضك؟ ما حدش اهو طول اليوم كده عمال يرن 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 وفي الاخر ما حدش يرد. خليه يرن والدنيا كلها. طب تحب اعمل لك حاجه؟ لا متشكر يا سماح. وعاوز اشكرك على حاجه كمان. أنا بشكرك بصراحة على إنك ما مشيتيش وسبت البيت وسبتيني لوحدي. أقول لك على حاجة، أنا شخصياً ما بعرفش أعمل كوباية شاي لنفسي. بصراحة كده يا سي علي، أنا ما هنش عليا أسيبك لوحدك. ولو يعني أنا خايفة قبل حياة لما ترجع، أنا مش عارفة هتعمل معايا إيه. بس يلا، كل واحد بيعمل بأصله. صدق أنا مستجدعك قوي بنت يا سماحة. وكل يوم بستجدعك أكتر عن التاني. طب اقعدي اقعدي. كلمتني ليه؟ الحمد لله انك جيتي يا استاذه ندى. الناس بره ياما زي ما انت شايفه، والاستاذه لسه ما جاتش لحد دلوقتي، وانا بصراحه متوهوش عليها. اصلا مش متعوده تتاخر على المكتب ابدا. معقول؟ دي المفروض تكون هنا من ساعتين. وبكلمها كمان على المحمول ما بتردش. وحياتك تخرجي بره تقولي للناس اللي بره دول كلمتين لحد الاستاذه ما تظهر. طب استنى نجرب نكلمها تاني. يا ريت.
ما بتردش برضو؟ مقفول. هتكون راحت فين؟ وانا اعرف منين؟ ما تكلمش، وكلمته اكتر من مره ما بيردش. يعني ايه؟ ده قال انه هيخلص حكايه المدرسه ويجي على هنا على طول، ومكلمني عشان البضاعه بتاعت لبنان وكل حاجه واقفه على قيدته، والمول الشغل فيه واقف ولازم يشوفه بنفسه. طب اتصلت بصفوه سالته عنه؟ كلمته قال لي انه مشي من بدري. طب والعمل؟ مش عارفه والله يا جماعه اقول لكم ايه، دي اول مره يعملها. لا اكيد الحكايه دي فيها ان ازاي يا زكوة؟ انت شكلك عارف حاجه ومش عايز تقول لنا يا استاذ زكي. معلش تعبتك معايا يا فواز. اوعى تقولي كده تاني يا جميله. ابوكي يعني ابويا، والحمد لله انه قام بالسلامه. الحمد لله. الف حمد والف شكر. احنا هنصلي ركعتين شكر النهارده كمان. انا مش عارفه حصل كده ازاي، ابويا كان زي الفل، مش عارفه ازاي فجاه يقع كده. معلش الحمد لله، مش حد كبير على المرض. اصلك ما تعرفش ابويا ده بالنسبه لي ايه. اكيد طبعا. انا اتعلمت من بابا كل حاجه حلوه، شفت بعينيه الدنيا. بابا ده مش مجرد اب، رب بناته ورفض يتجوز تاني بعد ما مراته ماتت الله يرحمه. بابا معنى امنت بيه وفكره نورت عقلي. صعب عليا قوي اشوفه في الحاله دي. عارف اول ما شفته كده كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه ان انا عايزه اتدارس في ركن بعيد عن كل الناس عشان محدش يكشف وشوف الضعف اللي جوايا اللي عشت عمري كله خبيه. سبحان الله، الست تبان ضعيفة صحيح، إنما في الحقيقة عاملة زي الخرزانة، مهما تتني فيها صعب إنها تتكسر. الراجل بقى شومة شومة، لو دوست عليه زيادة شوية يتكسر نصين. فكرتني باللي قال إن قوة الست في ضعفها. الله يفتح عليك ويفتح على اللي قال كده كمان، هو ده اللي أنا عايز أوصل له. عارف لما سألت بابا ما اتجوزتش ليه بعد ماما ما ماتت الله يرحمها؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي يا بنتي في حاجات في الدنيا صعبة تتكرر مرتين، وامك من الحاجات دي. الف رحمه ونور عليها، اكيد كان شايف معاها اللي عمره ما شاف مع واحده غيرها. اللي كان شايفه معاها ولاقوش في اي واحده غيرها هو الحب. الحب ما ينفعش يتكرر اكتر من مره. بس في ناس بيحبوا مرة واثنين وثلاثة واربعة. لا، أصل اللي بيحب ده زي اللي بيتولد من جديد. عمرك شفت حد اتولد مرتين؟ فكرتيني بأول مرة قابلتك فيها، فاكرة قلت لي إيه؟ إيه؟ غير أنت ما عندكش ذوق وحاجات من ده. فاكرة لما قلت لي أنت عمرك ما اتعاملت مع واحدة ست؟ مش عارف ليه عندي الإحساس ده دلوقتي. احساسي اني عمري ما اتعاملت مع ست قبلك. طب انا هروح بقى عشان اقعد مع بابا. شكرا ميرسي. اوه انا اسف، نسيت خالص والله. شكرا. انا هبقى اطمن على بابا. انا هبقى اطمن. ما تقدريش تعملي في حياتك أي حاجة غير إنك تصدقيه، زي العيال الصغيرين لما بيلعبوا لعبة العروسة والعريس. لعبتها أنا وفواز لحد لما قلبت بجد، وكانت زي حلاوة أول مرة في كل حاجة. كنت لسه بضفايري ويا دوب بفتح عيني عشان اشوف الدنيا، ولقيت فواز جنبي في الكوشه بضحكه حلوه منوره وشه. فرحت والدنيا ما كانتش سايعاني، لكن معرفش ان بعد سنه وكم شهر هبقى نمره في لسته طويله ملهاش اخر. أنا لأول مرة شفته، شفته في عينه نظرة غريبة قوي.
نظرة ما هياش بتعري على قد ما هي تربك وتخض. كنت خايفة لا يكون أبوه هو اللي جاي يتقدم لي ويخطبني، بس رغم خوفي ده دخلت ولبست أشيك حاجة عندي وعديت من قدامه عشان يشوفني، وشافني بس حسيت إن عينيه كانت بتفصص كل حتة فيا. بعديها عرفت هو تقدم لي ليه. الحاج تقدم لي علشان أنا عجبته ودخلت دماغه، وبرغم إن أنا عارفة إن كل ده عمره قصير قوي، لقيتني مفيش في إيدي أي حاجة غير إن أفرح واتبسط واتشعلق في دراعه وأعمل فيها عروسة وأصدق وأضحك على نفسي هو أول مرة يبقى عريس. كنت أفضل واقفة في الشباك بالساعات مستنية طلته، نفسي بس ألمحه وهو معدي، أحاول ألفت نظره بأي طريقة عشان يبصلي وهو ولا واخد باله. ساعات كان يبقى معدي وهو شايل منعم الصغير على إيده، أفضل عاكس فيه عايزة ياخد باله بس هو يمشي من غير حتى ما يبصلي. وفي يوم عرفت السكة اللي أقدر أجيبه بيها. ما كنتش شايفة نفسي ينفع أبقى مرات حد غيره، ما كنتش شايفة أي راجل في الدنيا ينفع يبقى جوزي غيره. عارفة أصعب حاجة عند الست إيه؟ إنها ما تبقاش شايفة في حياتها غير راجل واحد بس. ساعتها بتنسى نفسها وتجري ترمي نفسها في حضن، تنسى كل حاجة وتغمض عينيها. كل واحدة فينا لعبت لعبة عشان تبقى ليك وتقرب منك بالطريقة اللي تجيبك زي ما قالت سميحة. حتى أنا لعبت نفس اللعبة واتجوزتك رغم انك متجوز اتنين، وعملت نفسي مش فارقة معايا وفكرت في نفسي وبس، ما عملتش حساب لأي حاجة. وحتى لما عرفت قبل ما اتجوز كان ممكن مرضوش، لكن كملت. ويوم ما جيت لك عشان اشتري عباية عملت مشكلة عشان كان هم انك تاخد بالك مني. يا ترى مين فينا اللي ظلم التاني؟ احنا اللي ظلمنا نفسنا ولا انت اللي ظلمتنا يا فواز؟ وصورة الحكم المقدم بإدانة المدعى عليه اليوم تكشف مدى وحشية وسادية هذا الشخص الذي أطلق عليه المجتمع صفة الزوج بالخطأ ليتجرد من كل معالم الإنسانية. فقد اعتاد الزوج نهر زوجته بالضرب المبرح، وقد نسي تماماً أنها مخلوق كرمه الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وبناء على هذا
فإن حق موكلتي في الطلاق مكفول، ولسيادتكم جزيل الشكر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. عيب عليك يا بنت، طبعا مبروك. يا بنت الايه؟ انت اسرع واحده تطلع الستات وتخلع الرجال. من عمايلهم هم اللي بيجيبوا لنا نفسهم. كان نفسي الحق جلسه عشان اتعلم، بس اعمل ايه في الزحمه؟ ما انت اللي مش مهتمه، عشان كده عمرك ما هتبقي محاميه كبيره. يا ستي بلا كبيره بلا صغيره، المهم نشتغل. طب يلا بقى بينا، عشان عندنا شغل قد كده في المكتب، وبعد كده هنروح على الجامعه. يلا. انا متشكره قوي، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش حاجه خالص، انت صاحبه حق وربنا يرضيك. ربنا يوفقك يا استاذ، ربنا يوفقك. يلا بقى لينا عشان نلحق. احنا منك لله يا مفتريه، ربنا يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. ما كل رجاله بتضرب حريمها، منك لله وربنا يوريك. مجنون ده ولا ايه؟ لا يا ستي ده مش مجنون، ده بخلوع. الو. صباح الخير. صباح النور، عامل ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ واقف على غيط حمام. الله، بحب قوي منظر الحمام في السماء. وانا بحب كل حاجه جميله خلقها ربنا. برضه اتغديتي سندوتشات زي كل يوم؟ العادي يعني. اعمل ايه؟ الصبح محكمه، وبعد الظهر مكتب، وبالليل جمعيه، وساعات بيبقى بالعكس. يعني بتقف قدام القاضي؟ قدام المحكمه؟ ويا حضرات المستشارين، علي الطلاق بالتلاتة. أنا صحيح بترفع في قضايا طلاق كتير، بس ما بقولش علي الطلاق دي. صباح الورد والنور. ما سمعتش صوتك من امبارح. مشغولة؟ مشغولة في إيه بقى؟ بحضر المعرض في بيروت. أيوة، أنا كمان رايح، هفتح كام فرع جديد هناك. رايحة امتى؟ انت رايحة امتى؟ يعني على الأسبوع الجاي كده. سبحان الله. ايه ده؟ انت رايح في نفس الميعاد؟ لا دي صدفة غريبة قوي كده. دي تدابير ربنا، دي احنا ملناش يد فيها. طب قولي بقى، انت بتعمل ايه غير الشغل؟ بكرة أول يوم دراسة في المدرسة دي. ايه ده؟ انت عندك مدرسة؟ هبعت لك عربية الصبح ونشوفها. بقولك ايه؟ في سؤال كنت عايزه اساله لك. انا ما بخافش غير من الاسئله المفاجاه بتاعتك دي. ربنا يستر. هو انت جبت نمرتي منين؟ انا مش فاكره اني اديتها لك. عايزه تعرفي عرفت تليفونك ازاي؟ زي ما انت عرفتي صوتي من اول مره. اتفضلي. هو انت ليه فكرت تفتح مدرسه؟ لقيت المدارس باظت، بيخربوا دماغ العيال. تصدقي يا كاميليا ما بيديهمش دين في المدرسه؟ ياخدوا فلوس قد كده وفي الاخر ما بيديهمش حصه دين. لا طبعا مش كل المدارس كده، في مدارس تانيه بتهتم جدا بالدين. يبقى اهتمام براني مش اهتمام بجد. يعني حصه كده على جنب يعني. بذمتك دي مدارس، انت يرضيكي الكلام ده؟ لا طبعا ما يرضينيش، حصه الدين مهمه جدا للطفل، بتزرع جواه ايمانه بربنا. وبتفهمه اصول دينه، وكده ده بيعمل له توازن نفسي واستقرار، بيخليه بني ادم سوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك. ده الكلام الموزون. وعشان الكلام ده بقى انا هرد لك عزومه السندوتشات حالا. انا ما بحبش اكون مديون لحد. بس لا مش هينفع، اصلا انا عندي حاجات كتير. حلو قوي، انا كمان جعان جدا جدا جدا. يلا بتحب تاكلي ايه بقى؟ طب اذا كان كده ممكن ناكل سوشي. ايه ما بتحبوش ولا ايه؟ لا ده حلال. طبعا حلال، ده سي فود. مأكولات بحريه. ايوه هي دي. انتوا مثقفين ونخبه برضه، بتقولوا حاجات. اسمه ايه؟ سوشي. هيعجبك. يا اختي جماله حلو. ايوه كده، ترجع من المدرسه تغير هدومك وتاخد دش وتفرفش. قولي مبسوط في المدرسه؟ حلو قوي يا ماما، بيحفظونا قران كمان. طب الحمد لله. يعني المدرسه دي احسن ولا المدرسه الاولانيه؟ لا دي احسن،
عارفه شفت مين هناك كمان؟ شفت مين؟ بابا. ايه ده؟ ايه اللي وداه؟ ده لف المدرسه كلها، وانا فضلت اقول لزمايلي ده بابا صاحب المدرسه، والمدرسين جابوا لي شوكولاته وبسكوت وحاجات حلوه كتير. طبعا مش ابن فواز الصياد. طب قول لي يا واد، ابوك ما قالكش حاجه؟ لا، اول ما شافني كده شني فرحان بيك، فرحان بيك يا واد. بس كان معاه واحده حلوه قوي يا ماما. بيروت بكره. حالا يا فندم. بيروت بكره. حاضر. نفس الرقم الرحله. حاضر. هتسال عليا؟ اه يا فندم، الاستاذ زكي اتصل اكتر من مره، والاستاذ مرسي، والاستاذ صفوت. بس انا ناقص دوشه، اللي يجي خليه على طول. حاضر. يا حاج، الحاج الكبير مستني جوه بقاله كتير. ويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا دي النور، يا دي النور. ازيك يا حاج؟ نورنا نورنا. السلام. حاجه جت ايه؟ انت فين يا ابني؟ يعني اختصت كده وقلت هدوني؟ بقالي كتير مش عارف اعطر عليك. مين اللي واخدك مني؟ يا حاج هيكون ايه اللي واخدني منك؟ الشغل طبعا، شغل. هو ما انت شايف يعني شغل ده فواز؟ شغل ايه؟ اذا كان الشغل نفسه بيدوروا عليك. الله، بقالك قد ايه ما رحتش المول يا فواز؟ وطبعا ما عرفتش المشاكل اللي حاصله فيه، لان زكي ومورسي لفوا عليك كعب داير وما عرفوش يوصلوا لك. بركه فيك انت بقى يا حاج. شغلانه لبنان دي يا حاج واخده مني وقت ومجهود كبير جدا، اديك شايف ترتيبات كتير وحاجات. ربنا يكون في عوننا. انت بقى اللي غاوي وجع قلب. قلت لك بلاها لبنان دي. الله، ما احنا شغالين هنا زي الفل يا ابني، وربنا مسهلها لنا على الاخر. يا حاج بقى احنا مش هنعيده تاني الكلام ده. ما احنا خلاص اتفقنا، وانا هفتح المحلات بعون الله، اني هفتحها ان شاء الله. انا بس كل اللي عايزه منك انك تقول لي روح على بركه الله، يوم نتباشر ونطمن. ماشي، هقول لك ايه، ربنا معاك يا ابني، وما دام نويت يبقى على بركه الله. ربنا يخليك لينا يا حاج. عملت ايه في موضوع جوز اختك؟ يا نهار ابيض، انا نسيت الحكايه دي خالص. معقول يا فواز؟ معقول حكايه لبنان واخدك بالدرجه دي؟ معلش يا حاج، البركه فيك انت بقى. وبعدين انا ان شاء الله اول ما ارجع بعون الله هتلاقي ايدي في ايدك ونحل الموضوع ده. حاجه احط الزرقاء دي، الكتاب الازرق الناحيه دي جنب الاحمر كده، ولا اخليه هنا جنب الاسود كده؟ ايه الكتب دي كلها؟ ها؟ الها؟ بقولك ايه الكتب دي كلها؟ يا حاج اصل انا نويت اعمل مكتبه كبيره واملاها كتب. ايه رايك؟ الله، ده يبقى تغيير بجد بقى. لا الا الله، انتوا ما بتفهمونيش يا حاج، ما بتفهمونيش. فعلا يا ابني عمرنا ما فهمناك ولا هنفهمك في يوم من الايام. انت مسافر امتى ان شاء الله؟ انا مسافر بكره ان شاء الله يا حاج، ادعي لي بقى. والله انا مش مطمن لك يا ابني. الصياد احنا لازم نلم روحنا شويه ونعمل اي حاجه عشان نعرف نرجعه تاني. ما هو مش معقول هنفضل سايبينه بره البيت كل الوقت ده. ما هو اللي استغنى وداير يتصرمح مع الستات. لا 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 يا سميحة، ما تقوليش كده على الحاج. لا 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 يا سميحة، ما تقوليش كده على الحاج. اهي زوجتك دي هي اللي ودتنا في داهية وخلته يبص بره ويطفش. خص عليك يا سميحة، ربنا يسامحك بقى. انا عامل كده يا اختي؟ اهو كله كل نسوان يا اختي. تبطي شوية انت وهي، وانت جمادي شوية. ايه انا ناقصاكوا؟ احنا لازم نعرف حكاية البت دي ايه. ما احنا ما ينفعش نسيب الموضوع كده يعدي والسلام. دي حاجة تقلق وتخلي الركب تخبط في بعض كمان.
احنا لازم نعرف البت دي تبقى مين وكان بيهبب معاها ايه. يا بنتي يا هقوعي شويه انت كده. النسوان اكتر من الهم على القلب، واللي زي الحاج فواز بيتلموا عليه زي الدبان، فلو ما صحيناش له روحنا وعملنا له كل اللي نفسه فيه هيزهق ويطفش ويسيبنا كلنا. برضه لازم نعرف عمل ايه من ساعه ما عدى عتبه البيت ده. تصدقي البت دي عجبتني، انت بجد 100 100. اقول لك على حاجه، انت فيري جود، هاتي بوسه بقى. ثانك يو. لازم نعرف خرج عمل ايه علشان نعرف نرجعه ازاي تاني للبيت. طب قولي لنا والنبي يا اختي دلال هنعرف ازاي؟ يا اختي حطيني تاني حضنه في زمره رقبتك. يا ساتر، شحاته ما بيردش ومرسي واقف على رجليه من الرعب. بس انا لقيت الحل. ايه هو الحل يا رايقه؟ خلي محروس. بابا تاني هتغوط كده تبقى العشرة خلصت. يلا وملبس يلا عشان خارجين. يا عم انت عمال تقرص من الصبح يا عم. انت كده يا سليمان، اول ما تتغرب 10 تعيط. بقول لك ايه يا محروس يا زمكاري، خش على 10 التانية. لا يا حبيبي تدفع مشاريب العشرة دي الأول. يا عم الحساب يجمع. لا يا حبيبي لا يجمع ولا يطرح. ألو. أيوة دلال. ايه خير، في حاجه ولا ايه؟ ايه هبقى فين يعني يا دلال؟ في القهوه. طب وامتى ده حصل؟ طب خلاص خلاص خلاص، انا الصبح من نجمه هبقى عندك ان شاء الله. يلا سلام. العب يا كبير. العب ايه؟ استنى ما ادورها في دماغي الاول. ايه قدر تدورها؟ ده مالك انت؟ استنى استنى ما تشوف الزبون. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا دي النور يا دي النور يا دي النور يا عين. ايه النور ده كله؟ معقول المعلم الكبير منور قهوتنا؟ ده السعاده اللي حطت علينا دي. انت يا ابني صندوق حاجه ساقعه وسقي الناس كلها على حسابي بركه حضور الحج. بقول لك ايه يا اخ محروس، انا باجي القهوه دي من قبل انت ما تتولد. معقول هتضيفني في بيتي يا راجل؟ يا حاج ما تعلمنيش ما تعلمنيش من الشرف ده، اضيفك في بيتك في بيتي واحد يا حاج. اقعد كمل لعبك انت مع صاحبك وانا هبص على عمك شاهين. عندك في الاخر يا حاج قاعد هناك. يا ابن الايه؟ انت بترص الرص ده كله ازاي؟ زي ما بارس بالزهرة يا خفيف. العب العب. يعني يا حاج داخل كده لا سلام ولا كلام؟ ده احنا اهل برضه. هكدب عليك لو قلت لك ان انا مش واخد على خاطر منك يا عم. يا حاج ده انت خاطرك على راسي من فوق، بس برضه يعني. برضه ايه؟ برضه ايه يا علي؟ انا قلت لك دي مراتك. وقلت لك طول ما عايشه معاك تحت سقف واحد. هودها واعمل ما بينالك في ايه يا علي؟ ما انت بقى الظاهر استحليت بعدها عنك، مش كده؟ روح يا علي، روح كمل قهوتك وسيبنا مع عمك شاي شويه. عم شاهين شكله متضايق يابا. وانت هتضايق بالعافيه يا ولد. اسكت اسكت. اديني خروسك. ما تسمعنا صوتك يا سي شاهين. اسمعكوا صوتي يعني اعمل لكم ايه؟ اغني لكم؟ ما تشربوا القهوه يا اخويا ولا مش جاي على كيفكم. يظهر ان الواد عنده حق ومجيتنا دي ما جاتش على هواك. لكن نعمل ايه بقى؟ البنت بنتنا ولازم نطمن عليها. هو انتوا كل ما هتيجوا هتسمموا بدني بالكلمتين اللي مالهمش عازه دول؟ الحق ما يزعلش يا عم الحاج. ايوه وانت راجل حقان، بس اعمل حسابك ده حق وليا وربنا هيحاسبنا عليها يوم القيامه. اولا الست دي مراتي واللي في بطنها ده من ظهري، يعني محدش يتدخل بينا. فاذا كنتوا هتيجوا تطمنوا عليها زي ما بتقول على عيني وعلى راسي، لكن هتيجوا تسمعوني الكلمتين العفشين دول مالكوش عندي غير الجد. ايه يا عم شاهين؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اللي بيحصل جوه؟ ده صوت امك يا ولد. طمني انا اللي هشوف في ايه؟ الحقني يا شاهين الحقني. في ايه؟ يا ناقصه يا ناقصه، بتفوقي على ابويا في وشي يا وليه يا ناقصه؟ وده بيخ
رحتي مشوار من بلدكم لحد ايه عشان تبخي سمك والبرطمان في البيتين معطرين معفنين من رزالك الزفر اللي عايز اقطعه من لروخه وشك يا اختي اللي عامل زي الرغف الكوخي. سيبيها بقى يا سميحه. يا سميحه الوليه هتموت في ايدك مش كده؟ احمد امي ما انا خليتها غير لما اطلع زمره رقبتها بايدي واخلي ودنها عاملين زي السجاد واحزم لها وسطها ده اللي عايز حشه واقطع لسانها من لغلوغه اللي بينزل سم ده. ابا سيبني ابا سيبني اجهزها عشان تبقى تروح ترقص في نار جهنم. انت كفايه كده هتودي نفسك في داهيه. وليه قللت الرباعه وبنتك سميحه ايه اللي هضرب بيها؟ سيبها يا نعمه الحقوني يا نعمه اتصوتي. ما تفهمونا يا اخوان ما نخش الحقوني. مفيش حاجه خلي ايد انت بس مفيش حاجه الحقوني يا نفسي ابني بره هتلوثني. يا بنتي خلاص بقى كفايه كده. ايه الوليه الناقصه؟ عمال الاخوه دي فيها من الصبح وحايل ومايل وعامله خاطر للمحروسه مراتك باللي بطنها ودي ابدا يابا ابدا وزي 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 زني 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 عامله زي الدبانه الدكر اللي عماله تبخ الكلام زي وشها. اللي بقى اما اوريكي حاجه بقى يا بنت لذينه هو انت فاكر ان انت هتعدي؟ انا هنفخك نعم والله العظيم انا دم ورياكي. والنعمه اللي انا رايحه للحكومه شكياكي واجيبهم لك هنا يسحلوك لساح. هي الدنيا سايبه سابت مفاصلك من ركبك يا شيخه. الهي ربنا يهد حيلك زي ما عديتي حيلي في شله يا تخينه. مش كده برضو يا سميحه دي مرات خالي مهما كان. اهدي بقى يا سميحه واحكي لي بالظبط ايه اللي حصل. يا اخويا وانا لحقت انطق دهبت في وشي زي العبور ومسكتني زي الاراده وخرقتني يا اخويا وكانت هتطلع روحي. دي حاجه ما يسكتش عليها ابدا. ده احنا نقلبها لهم ضم. خلاص والنبي يا مرات خالي حقك علي امسحيها فيا انا المره دي. ما فيهاش الكلام دي. انا ما حدش يمد ايده على مراتي يا نعمة. ولمس امي قطعوا رقبته. ابوس ايديكوا بلاش فضايح. وانت يا مرات خالي ايه اللي خلاكي تفتحي السيره دي بس؟ هو انت مش عارفه سميحه وعمايلها؟ اللي غلط يتربى. وده اللي انا عملته يا نني عين انت وهو. مراتك غلطت واتربت واللي هيعمل زيها يبقى يستحق قتلها. احنا في بيتك يا شاهين باي. خلاص بقى يا سميحه دول برضو ضيوف. شور يابا واكرام الضيف واجب طبعا. تعالى بقى اما